في الرخاء رئيس مؤسسة دافيد هارت للدراسات الأمازيغية. اليوم بغيت نناقش معكم ولا نهضر معكم على هذه القضية ديال الدارجة اللي وقعت في المقررات ديال التعليم، ونفت واحد نقاش كبير، وشفنا بأن شي كلمات ديال الدارجة المغربية جبروها بحال كتزعزع اللغة العربية اللي هي اللغة الرسمية ديال البلاد. ومع الأسف كاع في هذا النقاش اللي وقع مغاربة كاملين، وأكثر المسؤولين على الوزارات التربية الوطنية نساو همشوا اللغة الأمازيغية اللي حتى هي لغة رسمية من 2011. دابا صافي كندوزو أكثر من 7 سنين وبحال اللي ما كاين والو، بحال اللي ما كايناش، ما كنسكتو عليها. وحقا رئيس الحكومة خرج حتى هو من الصمت ديالو، قال لك هذا الشيء ديال الكلمات ديال الدارجة اللي دخلوا في هاد الكتب المدرسية خصهم ديزيكسبير زعما يشوفوا هذيك القضية. وهنا باين بأن لا الحكومة ديال الحزب ديالهم قبل اللي كان كيترأس عبد الإله بن كيران، لا هو الدكتور سعد الدين العثماني اللي معروف عليه في واحد الوقيته من كبار المدافعين على اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، حتى هو ما كيدير والو في المجال ديال الأمازيغية ولا ديال اللغة ديال المغرب، وما خرجش كاع هذاك المجلس اللغات اللي هي عندها هذه الصلاحيات باش تحسب في هذه القضية ديال الصراع ديال اللغات في المغرب. ولكن أنا بغيت نهضر معكم على هذا النقاش، الأهمية اللي عندها اللي كنسميوهم في العالم ولا في الأمم المتحدة لغة الأم. لغة الأم هي اللغة اللي الدري فوق كيخلق اللي كيسمع اللي كيتعلم الأولى في العائلة ديالو، في العائلة ديالو. وحنايا في المغرب عارفين بأن كامل المغاربة الأغلبية الساحقة لغة الأم ديالهم إما اللغة الأمازيغية بالفروع الجهوية ديالها، ولا الدارجة اللي عندها حتى هي الفروع ديالها. وكاين عاود مغاربة اللي الوالد ديالهم كيهضروا مع أولادهم إما اللغة أجنبية اللي هي الفرنسية ولا الإسبانية ولا شي لغات أخرى، كترجع حتى هي لغة الأم ديال هاد الأولاد. ولكن اللي كنشوفوا في المغرب اللي هو خطير، بحال كنجبد لكم هاد لافيش ديال تيركل كيقول لك لو توريزم ديال هاد شي اسبوع راه 20 سنة ديال الفشل. ولكن هاد الشيء في السياحة، ولكن فوق كنجبدوا التعليم انا كنقول عليه 62 سنة ديال الفشل من عاد ديال الاستقلال، وحنايا كنفشلوا في السياسات ديال التعليم من حكومة إلى حكومة، والقطاع كيكون أكفس من أكفس، حتى وصلت بأن في الأمم المتحدة كيجبدوها كيهضروا عليها إديوكاسيون لو ماروك سيتي على لاسومبلي جينيرال دو لوني كوم موفي إكزومبل موفي إيليف. وفين كيتجلى هاد لي دوني؟ غير هذا ديال شي يومين ولا ثلاث أيام ديال ليكونوميست كيعطي هاد النمرة خطيرة، كيقول لك بأن أكثر من 450,000 تلميذ غادروا المدرسة، غادروا الكوليج في 2017، وفي واحد قبل 2017 و18، في 2016 2017 كانوا شي 200,000 وشي حاجة رجع الدوبل. هي هذا الشيء واش بغى يقول؟ بان المدرسه المغربيه فيها خلل، فيها مشكل كبير.
وكان قالها الوزير السابق بالمختار، وهذا الشيء خطير زعما جا من المسؤول. وحنايا كنعرفوا بان الميزانيه ديال التربيه الوطنيه كتخد شي 20% ديال البيب ديال الدوله، وكيعترف بان كيقول لك 78% من التلاميذ لا يفهمون شيئا. سافو دير اللي كيوصلوا للشهاده ما كيعرفوش لا يقراو لا يكتبوا باللغه العربيه. وهنا كنجبروا هاد لي تيتغ الارمون، كيقول لك ليكول ماروك فابريك دي زانالفابيت، كيف قالها الاستاذ الكبير في العلوم الاسلاميه الامازيغي محمد اركون، وقالها في دوزيام اون بيرسون، قال لك ليكول ماروكين مالوغوزمون يل فيهيكول ليغنونس، و توجور لي ميم تيتغ ديال الجرائد لو زوفون سونت اون بيغيل في لو سيستيم ايدوكاتيف ماروكان، لونسينيومون ماروكان اون بان سيش. وهذا الشيء علاش؟ على رجع فين هو رجع واحد حاجه راه ما بقاش في الانفراستركتور زعما تكون عندك المؤسسات لي زيكول، هنا بقات في واحد لو برينسيپ بان المغرب عمر ما تبقوش من نقولوا من 62 منين دفعت عليه الامم المتحده وكثر كثر اليونسكو، كتقول لك بان التعليم يخص يكون يبني على سطو التعليم الاولي ولا الابتدائي، يخص يبني على اللغه الام، اللغه اللي كيهضر بها اللي عايش بها الدري ولا الدريه في الدار ديالهم في العائله قبل يجي للمدرسه. وفوق يجي للمدرسه لهذيك 6 سنين ولا 7 سنين كان يدخل واحد المدرسه ما يلقاهاش شي حاجه شي حاجه زعما بعيده عليه، زعما اللغه تسهل ليه باش يندمج فيها. وحنايا في المغرب عارفينها الدري ولا الدريه مولف كيهضر الامازيغيه مع الوالد ديالهم ولا الدارجه، توصل هذيك 7 سنين تدخل في المدرسه وكيهضروا عليها على اللغه العربيه الفصحى كتوضر. ولا شي وحدين كيدخلوا ليزيكول ديال لي ميسيون بالفرنسيه ولا لغات اخرين كيتوضر، كتجي ليه بحال الشغل ديال لو شوك مع المدرسه، كيوقع هذاك الشيء كنقولوا بحال ان روجي، وهذاك لو روجي سي بسيكولوجيك اي سي انكونسيون ديال الدري الصغير. لحق دابا ميم في هاد في جميع الدول سورتو المتقدمه بحال كندا ولا نقولوا في الالمان في الدول، بان كيعطيو بزاف الاهميه للتعليم الاولي بحال واحد المرحله ترونزيتوار ديال الدري باش يوصل التعليم الابتدائي. وفي هذاك التعليم الاولي كيستعملوا ليهم لغه الام ديالهم، وكيستعملوها بواحد زعما دون فاسون بحال كيلعب في المدرسه كيغني، راه هو كيتعلم بها الكتابه القراءه ولا كيدير دي جو هنا وهنا، زعما بالضحك هو راه كيخوض المعلومات وكيتعلم يقرا ويكتب. حنايا كنا بالمؤسسه ديالنا كانت عندها الفضل، دخلنا في واحد المشروع في 1997 و 1998 في اوروبا، مولاتو الاتحاد الاوروبي، باش الاولاد المهاجرين الاكثريه ديال المغاربه نوجدوا لهم الكتب مكتوبين باللغه الام. وحقا جبرنا بان الاغلبيه ديال الدراري الصغار اللي كانوا في هولندا وبلجيكا الالمان شمال ديال فرنسا وفي الاسبان وهما كيعرفوا الريفيه، ودنا الكتب باللغه الامازيغيه بالريفيه وجبدنا القصص ديالهم، وكان عاود اخوان اخرين شي اساتذه داروا كتب بالدارجه. لو كانت الدوله المغربيه في هذيك الوقيته تبنات غير المرجعيه
ديال نقولوا ديال لغه الام باش تسهل الاولاد المهاجرين يندمجوا في المدرسه ديال اوروبا، كان ما غاديش نشوفوا في هاد الوقيته كيف كان نجبروه بان كنلقاو الشباب المغاربه طايحين في الشبكات ديال الارهاب. راه هاد الشيء باش كنوصلوا لهاد النتيجه بان هاد الشباب مع الاسف في المدرسه ما عطاتش ليهمش النتيجه، كانوا سامحين فيهم، ما كعتوا ليهمش الاهميه. وهنا بغيت نجبد واحد الدراسه كانت دارت في الالمان على هاد الشيء ديال الفشل المدرسي ديال اولاد الجاليه، وهذاك الفشل المدرسي كيوقع لهم المغاربه في بلادهم. بهذاك الشيء كنجبروا بان 450 الف تلميذ وتلميذه سمحات في المدرسه على هاد القضيه ديال ما كناخذوش في عين الاعتبار الاهميه ديال لغه الام اللي هي الدارجه المغربيه ولا اللغه الامازيغيه. وقلنا نجبدكم هاد ليكسبيريونس ديال المان، هنا عاد خرج الترتيب ديال المغرب على حساب التنميه البشريه في العالم، وكيخوض المرتبه 123 على 197 دوله. وهاد الفشل ديال التنميه البشريه ديال الدوله المغربيه راجع اساسا زعما الصحه ما تمشاتش مزيان، التعليم ما تمشاش مزيان، والتنميه نقولوا القرويه ما تمشاش مزيان، لحق راجع لكل شيء على الدور اللي عندها المدرسه اللي ما دارتش الدور ديالها اللي خص ديرها. وعلاش؟ لحق حنايا مع الاسف عندنا واحد السياسيين كيعطيو الاهميه للايديولوجيات وما كيشوفوش المنفعه ديال الدراري الصغار اللي كيجيو ليهم احسن اللي كينسب ليهم. وهنا كنرجع لكم باش نقول لكم وشنو هو الاهميه ديال لغه الام في التعليم. هذه هذا المشكل ديال الفشل الدراسي دغيا عاقوا بها نقولوا لي بيداغوغ اللي هما مختصين في التربيه مع ولاد المهاجرين في السبعينيات في الالمان، وشافوا بان الالمان في هذيك الوقيته في الستينيات والسبعينيات من بعد الحرب العالميه الثانيه كان خص تبني كلشي، البنيه التحتيه ديالها، الشركات، المناجم، لي زاندستري، وكان خصها اليد العامله. ومن هذيك اليد العامله جاوا ليها من جميع نقولوا الدول ديال اوروبا براسها، وحتى من شمال افريقيا، وبالاساس من المغرب، وبالاساس من منطقه الريف. وكانوا في المدرسه رجعوا بالالمان جبروا بان في المدارس ديالهم معاهم طلبه من الاسبان، من البرتغال، من الايطالي، من لاغريس، من تركيا، ومن المغرب. وشافوا حقا الفشل الدراسي كبير عندهم على حساب الطلبه الالمانيين اللي كيعرفوا الالمانيه اللي هي البنيه ديالهم، الثقافه ديالهم. وشنو داروا؟ فكروا بان خصهم يتعاونوا مع الدول اللي كتعطي هاد المهاجرين يصيفطوا لهم المعلمين باش يحسنوا الدراسات ديالهم على حساب المدرسه الالمانيه. وجبروا بان عطت نتائج جد مهمه لجميع الفئات ديال المهاجرين اللي جاوا من الدول، سواء الاسبان، البرتغال، حتى دوله اسلاميه اللي هي تركيا تحسنات الامور ديالهم، باستثناء درتها لكم هنا ماروكانيش رجع بان الفشل المدرسي في قطر وتزاد كاع، وقالوا ماشي هادشي غير معقول، ماشي نورمال، غير طبيعي. وبقاو كيبحثوا
حتى لقاو فين كاين الاشكال، والاشكال رجع بان هذوك الدراري الصغار وهذوك البنات المغربيات جايين الاغلبيه الساحقه ديالهم من منطقه الريف، كيهضروا غير الريفيه، كيهضروا غير الامازيغيه. والمغرب صفت ليهم اساتذه بيان سور من المركز كيهضروا غير اللغه العربيه ولا الدارجه، وجبروا بان هذوك الاساتذه ما كانوش كيتواصلوا مع هاد الطلبه باش يعاونوهم يدمجوا احسن في المدرسه الالمانيه. باش نقول لكم شحال عندها الاهميه اللغات الام ديال هذوك الدراري، بحال ديال الولاد ديال الاتراك جابوا لهم معلمين كيعرفوا التركيه فهموا وكيتعلموا دغيا اللغه الالمانيه، كيتعلموا النحو ديالها لي ستركتور ديالها وكيندمجوا بها، ومن هذيك اللغه الالمانيه كياخذوا المعرفه. شي واحد غادي يدير دي كارير سيونتيفيك، شي حد يخرج طبيب، بزاف وشي كيندمج في العمل المهني. ولكن في القضيه ديال المغرب ما خرجتش مزيان. وهنا باش تعرفوا واحد الأهمية ديال اللغات الأم، نعطيكم جوج تجارب وقعوا عندنا في أرض تمازغة. هذه واحد أستاذ في مليليا، شي عنده شي سنوات، ما عرفتش يمكن في الثمانينيات، قال لك بقى مع الدراري الصغار اللي عنده اللي كيقريهم شي 3 شهور كيقريهم غير باش يتعلموا هذوك الصغار اللي كيدخلوا الاول في المدرسه يكتبوا الاسم ديالهم باللغه الاسبانيه كاركتير لاتا، في يدو بان الحروف ديالها وفرقها على هذوك الطلبه. طبعا زعما يقولوا لهم راه هذه كتابه ديال الامازيغ، ها هي كيف كتكتب هذه. بعد على واحد 20 دقيقه طبعا جبر واحد الدري اسمه ابراهيم دار هاد لهم هذه، غير وريتها لهم هنا صافي كيكتبها. وتما تفهم حاجه، وفي واحد الوقيته حنا ملي كنا صغار كانوا كيضربونا غير هنا في المغرب، اللي هي المدارس بارونتيز عرب، واخا هما امازيغ من قديم الزمان اللي تعربوا مع الوقت، ولكن كيحسب راسو كيهضر بالدارجه واهان، كيحسب راسو راه عرب. وفي هاد المدارس ديال لا فونداسيون البنكيه هذه اللي قلت لكم كتقري ثلاثه اللغات فوق اللغة الأمازيغية بالكتابة ديالها، العربية الفصحى بالكتابة ديالها الأرامي، واللغة الفرنسية بالكتابة لاغرافي لاتي. فوق كيوصلوا للشهادة توتافي كونتري. وشنو النتائج ديال المدرسة العمومية ديال المغرب؟ على 100% هاد جينيراسيون ديال هاد الطلبة تعلموا الأناشيد باللغة الأمازيغية لسانيين بزاف، ولا المعلمين اللي كيقراو دري يعطي ليه حاجه مناسبه، تقري ليه اللغات اللي بغا. وعاود بزاف ديال لي بيتابو كيقول لك في التحضيري ولا في الدراسات الاوليه شحال ما عطيتي ليه اللغات اكثر راه الانتيليجونس ديالو غادي تمشى احسن، غادي يندمج اكثر وغادي ياخذ المعرفه اكثر. ولكن فوق كتعطي ليه غير واحد اللغه وهان كيدابز معاها، اذا ما جاتش معاه صافي المورال ديالو ما كيكونش مزيان. وسورتو هذا هو الاساسي اللي خص يكون الدري في المدرسه يدخل، تكون عنده لوتويستيم، تكون عنده ثقه في نفسه. وفوق كيتعلم شي حاجه اللي كتعجب ليه، اللي كان كتعاود ليه الوالدين ديالو شي حاجه بهذيك اللغه، وجاو في المدرسه كيقولوها له، وطال بحال كيعجب راه في واحد المحيط زعما كنقولوا له سيكوريزي سوغ لو بلون بسيكولوجي.
دابا انا بغيت نجيب لكم واحد اكسبيريونس وقعات دارتها لونيسكو في الجبال الاطلس في واحد المنطقه ما عرفت واش في خليفره ولا ازر ما عقلتش مزيان، ولكن اللي جبروها لي بيداغوغ لا ميم شوز في الدول اوروبا مع الاولاد المهاجرين. وهذاك الطابلو نفهمكم نفهمكم عليه الاهميه ديال اللغه الام اون كيكسوف. هو هذا شافوا بان في الاطلس مشاو واحد قبيله كيهضروا غير العربيه الدارجه ماشي اللغه العربيه الفصحى سينو الدارجه المغربيه، وواحد القريه كيهضروا فيها غير الامازيغيه، وبداو كيشوفوا كيف كيتمشى الفشل الدراسي. وهذا الشيء لقاو حتى مع ولاد المهاجرين هذوك اللي كانوا زعما كيتعلموا كيقريو لهم اللغه العربيه اللي زعما كيعرفوا غير الدارجه، شافوا بان الفشل الفشل المدرسي كيطرى بشويه بشويه. اما في هذا المدارس عند الامازيغ اللي كيقريو لهم غير اللغه العربيه الفشل المدرسي كيكون في الاول في السنه الاولى والثانيه كبير، ولكن من بعد كيهبط. والفشل المدرسي مش حنا كيدوز زعما السنه الاخرى كيطرح في الليسي ولا دخل الجامعه الفشل المدرسي كيهبط اكثر. واش هو السبب ديالو؟ دابا هذا الشيء باش تفهموا الاهميه اللي عندها اللغات الام، اما الامازيغيه راه كاين القواعد ديالها كاين الكتابه ديالها الخاصه، ولا الدارجه براسها كنهضر على الاهميه ديالها الاستاذ محمد شفيق، كاين دراسات موسات على اللغه الدارجه المغربيه. فوق كيدخلوا المدرسه راه هذيك اللغه اللي كان كيهضر في الدار راه هي اللي كاينه تماك في المدرسه، وما كيديرش شي مجهود باش يتعلمها احسن زعما بوغ كونيتر بيان زعما لا غرامير ديالها يحفظ مزيان يعرف القواعد ديال هذيك اللغه باش يتعلمها احسن، ما كيديرهاش. باغ كونتر فوق كيجي الدري كيجي ليه بحال لغه كيقولوا ليه اترون باش يتوصل بها، وهذاك المجهود اللي كيدير في التعليم الابتدائي في الاخر كتخرج ليه كتعطي ليه نتيجه احسن في الدراسات من بعد. وحقا كنجبروا ما كبار الشعراء هما امازيغ، كبار مؤرخين كبار نقولوا من القواعد ديال اللغه العربيه دارها السي اجر روم كانت هي اللي بقات زعما امازيغ كيهضروا في القوميه العربيه لا يتصور، وضد لغه الام ديالهم ضد الامازيغيه مع الافاده ديال الامازيغ الافاده سورتو اكثر اكثر ديال اللغه ديالهم. ما حتاش نقول لكم الاسماء ترى كتعرفوهم، وكاين اغوكو في المهم، وهما اللي اثروا هاد اللي كيقولوا ليه النخبه اورغانيك انتهازيه اللي ما كتشوفش المصلحه ديال الدري غير تجبد عليها بان غير هاد السته ديال المفردات ديال الدارجه زعزعتهم كاملين، وكلشي كيكتب في الجرائد وكيضربوا في الدارجه وكيضربوا في شي حوايج اخرين. ولكن اللي خطير اللي خطير ويمكن نختم به المحاضره ديالي، بان هاد السياسه ديال التعريب اللي داروا لنا من الاستقلال الى يومنا هذا مستمر، الغرض ديالو خطير وما بغاوش يقولوها، ولكن حنا كنفهموها بزاف اكثر اكثر الناس اللي جايين من الباديه ولا من الجبال ولا المناطق امازيغوفونيه فوق كان النخبه ولا البرجوازيين ديال المدن الكبرى كيمشيو كيقراو في فرنسا، ولا ديال الشعب كيدابز مساكن مع المدرسه العموميه ولا الجامعات ديال الدوله كيخرجوا بالدبلومات وكيمشيو ديريكت هما
الشوماج ما كيلقاوش الخدمه، اما الاولاد ديال البرجوازيين اللي عندهم دبلومات في الجامعات ديال برا كيلقاو زعما المناصب الشغل احسن اللي كاين في الشركات في المجال البنكي في الدبلوماسيه ديال المغرب، كتجبرهم في كل شيء. ولي خطير بان هذا التعريب راه بحال اللي دارت عمها. وحسن اوريد اللي كان بورت بارول ديال دو بالي ديال القصر باش يهضر، وقالها في لاتيس ديالو بان التعريب، وهنا كيعتمد بزاف على واحد الدراسه كدارها الاستاذ محمد بودهن، بان هذا التعريب دارت باش يوقع لا ريبرودكسيون دي كلاس سوسيال. واش بغيت تقول؟ بان الاولاد ديال الفقراء يبقاو ديما فقراء، وولاد ديال الاغنياء يبقاو ولا يكونوا احسن اغنياء اكثر من الوالدين ديالهم. وحنايا كنعرفوها حقا، كنقولوا وفي الخطاب ديال بانيك الاخير كيقولها تيتي بان اللي خارجين بلي كارير ليتيرير في الجامعات راه كيمشيو ديريكت الشوماج. وهذا التعليم خص ندخلوا فيه اللغات الاجنبيه كالفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه ولا اخرين باش يقراوا دي كارير تكنيك سيونتيفيك ايكونوميك اللي يقدر يدير الانقلاع الاقتصادي ديفلوبمون ايكونوميك ديال البلاد. هي هذه السياسه ديال التعريب كيف قالها الاستاذ محمد شفيق كل مره كيعاودها واللي وصل ليها الدراسه ديال وانا راه قلتها في الحقيقه في الرساله اللي وجهت، غير ديروا في الجوجل رشيد الراخا انجيلا ميركل ولا رشيد الراخا اندري ازولاي، غادي تخرج لكم الرساله اللي موجهه ليهم بجوج بهم باش تعرفوا بان السياسه ديال التعريب دارت بواحد المنطق باش يوقع طبقات اجتماعيه كيف ما كانت. وفي الاخر العزيمه براسو كيعترف بها، كيقول لك المجلس الاعلى للتعليم يعري افلاس المدرسه العموميه، وكيقولوها ها هي بروسهم وصلوا دابا بيوصلوا لهاد النتيجه. بعد فوق كتعرف فين كاين لي كوز لو برونوستيك ديال المشكل الاساسي ديال التعليم في المغرب، نقدروا نحلوا هادشي. اذا ما حليناش وكيقولها مجلس عزيمان، المدرسه المغربيه تحولت الى قناه لاعاده انتاج الفقر. وهنا أنا غادي نبقاو مع هذا الترتيب اللي وريتكم ديال التنمية البشرية في العالم في الأواخر في الدول الأواخر ديما، والتعليم غادي يبقى يفشل ويزيد واخا يديروا مشروع استعجالي مشروع ما عرفت كيفاش يسميوه، وكل مرة كيجيبوا لنا في الكلمات واخا وهما والميزانيات كيلعبوا فيهم كيديروا فيهم، راه عمر ينجح وعمره أرخص ثورة إدوكاسيونال جذرية دو فون كيف كيقولوا لي إسبانيول التورو كي تومار لو بور لو سكويرنوس، هذاك التورو قبض في لي كورن ديالو ووجهه باش التعليم يقبض الطريق ديالو ويبقى يحسن الحاله الاجتماعيه ديال الانسان وديال الشعب المغربي. اذا ما بقيناش كنساعدوا كندخلوا في المدرسه اللغه الامازيغيه بالفروع ديالها والدارجه باش تساعد هذوك الطلبه يتعلموا احسن اللغه العربيه واللغه الفرنسيه، اذا عطيتيهم الانجليزيه يتعلموا احسن لحق باللغه ديالو الام، فوق يكتشف بانها عندها القواعد عندها الحروف ديالها عندها كيف كنقولوا لو سينغولييه لو بلوغييل، هذوك القواعد راه غادي يطبقهم على اللغات الاخرى
وغادي يستافد وغيندمج احسن في المدرسه، ومن بعد يختار لا كارير اللي بغى يدير. وباش المدرسه ما تبقاش تخرج لنا الناس فاشلين في المدرسه ديالهم، وما بغيناش بان مغاربه يطيحوا في الفخ ديال الارهاب يلعبوا بهم السلفيين ديال الدول الشرق. الاخوان، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، على اساسيه لغه الام التدريس ديالها وتعولوا عليها اذا بغينا المدرسه الامازيغيه المدرسه المغربيه تنجح. شكرا، تنميت لعبكم.